معانا اتصال. رحاب، استاذه دعاء، اهلا بيك يا رحاب، انا اتفضلي. بحبك جدا. الله الاول قبل يكرمك، اي حاجه الله يكرمك، والله مبسوطه جدا ان انا مع حضرتك، وكنت عايزه اسال سؤال لفضيله اتفضلي. الشيخ. اهلا اتفضلي. وسهلا. انا كنت عايزه اعرف ايه الفرق بين الغيبه والنميمه، تمام وايه ايه الاسم بتاعهم؟ تمام يعني عادات البنات بتبقى مليانه بقى كلام على الناس، وانا مش والله يا عارفه بنتي هل مش صبيان. انا مش عارفه، انا بتكلم على شكرين عادات قوي. البنات ايوه فعلا بتبقى شكرين، احنا قد طول عمرنا حاسين بالذنب ان احنا بس لا اللي لا بنعمل لا كده، أي. الحمد لله. ايوه، ومش ببقى عارفه ايه اللي المفروض اتكلم فيه وايه اللي مش المفروض اتكلم فيه، وازاي اخرج حاضر. من الموقف ده لو انا قاعده وسط ناس كده. وعايزه اعرف ايه الاسم بتاعها عند ربنا، وازاي اتوب منها لو هو فعلا اسم كبير انا مش عارفه. شكرا ليكي، السؤال حلو قوي، وبرضه بيصب في الموضوع ميزان الحسنات وفي بالظبط. ميزان سيئات برضه. طبعا، ما هو الكفه يعني كده ميزان وكفه كده. في ميزان سيئات بيفضل يوزن، ايوه، يوزن سيئات، فالسيئات ما من هو كفه ضمنها الحسنات سيرة مقابل الناس. كفه السيئات. وخدي صحيح. بالك بقى، اكتر شيء ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. لما تولع في حطب كده، يقوم النار تستشرف الحطب، تجري فيه. ايه اللي يجري في الحسنات وتبقى عندك حسنات زي الجبال وتروح بالسلامه وتلاقي الكفه فضيت، رغم ان انا جايب حسنات؟ الخوض في اعراض الناس يا والكلام ساتر على يا دي رب. وعلى ده. انت مالك؟ داع الملك للمالك للمالك، وداع الخلق للخالق. للخالق. وخدوا بالكم، كان احد الصالحين يقول له فلان اتكلم عليك، فيقول له مرحبا بحسنات لم اتعب فيها، فياخد من حسناتك. يا اما انت هتاخد، لو مالكش حسنات هتاخد من سيئاتي والعياذ بالله. فالست سالت سؤال مهم، السائله دلوقتي، وده اسم المفلس صح ولا ايه؟ فقالت ما الفرق بين الغيبه وبين النميمة. النميم؟ في عندنا الاول حاجه اسمها الغيبه وحاجه اسمها الغيبه. الغيبه اللي هو الكلام، انما الغيبه الشيء الايه؟ الذين يؤمنون بالغيب. بالغيب مش بالغيب، فهي اسمها الغيبه. طب الغيبه هي ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالها، قال لهم اتدرون ما الغيبه؟ فقالوا ذكرك اخاك بما يكره وهو غائب. فقام واحد الله يكرمه جاوب لنا على سؤال مهم ونور لنا الطريق النهارده في الايام اللي احنا فيها دي. فقام واحد قال له طب يا رسول الله، ارايت ان كان في اخي ما اقول؟ انا بتكلم عن زميلتي بس انا ما ظلمتهاش، هو فعلا اللي انا قلته موجود فيها، فعلا اللي انا قلته على فلان موجود فيه، انا كده ظلمته يا رسول الله؟ فالنبي عمل شد طوارئ وقال له ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته. غيبه مصيبه. طب ان لم يكن فيه ما تقول قد فقد بهته. بهته، والمصيبة أعظم. بهتة بهتان، يعني بهتان، يعني كذب يعني مبين. ظلم. طب خدي بالك بقى يا فندم في الحديث الخطير ده، تصور ان احنا ممكن والعياذ بالله ممكن الانسان يصل الى جهنم ويبقى في قعرها، في قعر جهنم، بسبب الخوض في اعراض الناس. وممكن ربنا ينجيك من جهنم بسبب ان انت تدافع على اعراض الناس، عن اعراض الناس. خدوا الحديثين بقى، قال صلى الله عليه وسلم من قال في اخيه ما ليس فيه إلا أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج، الخبال يعني في قعر جهنم، حتى يخرج مما قال وليس بخارج. طب والتانية بيتكلموا على أحمد، وأنا قلت الله يسهل له يا جماعة، ربنا يصلح حاله، هو ربنا اللي يحاسبه. حلو، كلمتين حلوين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه بقى؟ من ذب، يعني دافع، يعني ناضل، يعني رد غيبته. من ذب عن عرض أخيه إلا ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. يعني ان ما دفعتش، قوم بقى، قوم امشي بقى، يبقى ادي الغيبه. طب النميمه نقل الكلام من شخص الى شخص مع الزياده بقصد الافساد. طب الغيبه تاكل الحسنات، طب النميمه تولح في قبرك. ولع قبري؟ ايوه، ما هو النبي مش قال يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ او لا يستنزه او لا يستتر من بوله. طب والتاني يا رسول الله بيتعذب جوه، مولع قبره، مولع ليه؟ قال لانه كان يمشي بين الناس بالنميمه.